تطبيقات المجال الكهربائي المنتظم، استخدامه في أنبوب أشعة المهبط والمستخدم في شاشات الحاسوب وأجهزة رسم الذبذبات. الآن ندرس ما هو مبدأ عمل أنبوب أشعة المهبط. أولاً، يتم في هذا الأنبوب بعث إلكترونات من فتيل المهبط كما نشاهد. هذا هو المهبط، الآن تبعث إلكترونات. تسرع هذه الإلكترونات في مجال كهربائي منتظم أفقي بين تقريبا المصعد والمهبط. إذا هذا هو المهبط، تنبعث إلكترونات منه بمجال كهربائي منتظم نحو المصعد. هذا هو المصعد الآن. إذا هذا المصعد يكون مثقوب ويوجد داخله قاذف الإلكترونات. إذا تدخل هذه الإلكترونات منه، تعبر عبر هذا الثقب، وهذا الثقب يكون صغير جدا على مسار حزمة كما في الرصاصات المنطلقة من فوهة بندقية، تكون الإلكترونات سريعة جدا. يتم الآن بعد ذلك حرف مسار هذه الحزمة من الإلكترونات يمينا ويسارا ثم أعلى وأسفل عبر مجالين كهربائيين منتظمين عموديين. لننظر الآن إلى هذا المجال الكهربائي بهذا الشكل. تمر الإلكترونات عبر هذا المجال، يكون الآن بهذا الشكل مستوى الأسطح، وهذا تجعل الإلكترونات تسير يمينا ويسارا ثم أعلى وأسفل عبر هذه أيضا المجالين بشكل عمودي. ومن خلال التحكم في هذين المجالين يتم توجيه حزمة الإلكترونات نحو الشاشة بهذه الطريقة المفلورة، فتنزل عليها بقعة ضوء وهذه تمثل حزمة الإلكترونات.